نوابغ الغرب هي مبادرة رائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي تنم عن اهتمام سموه بالعقول العربية المتميزة واستقطابها وتقديم الدعم لها وتمكينها من المساهمة في تعزيز وتحسين التنمية في الوطن العربي في شتى المجالات. ولقد سعدت وتشرفت بأن أكون جزءاً من هذه المبادرة بعضويتي في لجنة فئة الاقتصاد، ولا يخفى على أحد مدى أهمية الاقتصاد في حياة الأمم والشعوب وتأثيره البالغ عليها. فعلى مر العصور كانت إدارة الاقتصاد الرشيدة هي مفتاح نهضة الشعوب وتقدمها وازدهارها.